مرحبا كديرين لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه قناه او ماز جين. كنتمنى نتمنى ان شاء الله عفوا ان لا فيديو تلقاكم في صحه جيده. هاد لا فيديو هادي بالضبط راه تصورت ثلاثه ديال المرات. المره الاولى كان فيها مشكله في الاضاءه، المره الثانيه حتى صورت وساليت عاد مشات ليا لا فيديو كامله من التليفون. ماشي مشكله انا قبلكم حتى شي حاجه بصراحه، ما كتكون خساره حتى شي حاجه، ما كتكون متعبه. الله يخليني دائما عندي حسن الظن ديالكم. سي فري مؤخرا التفاعلات ديالكم نقصوا نظرا لانني حتى انا ما بقيتش كنحط لي فيديو بزاف، مي كنوعدكم غنبقى دائما نكون اكتيف دائما في القناه. وان شاء الله اهم حاجه عندي انني نكون عندي حسن الظن ديالكم، هذه هي اهم حاجه. من هذا المنبر كنبغي نقول واحد البنيته شكرا، السيده ولا بنيته بصراحه ما عرفتش، المهم سميتها مريم. من هذا المنبر كنبغي نقول لك اختي شكرا شكرا، الله يجازيك بخير، الله يكثر من امثالك سورتو، لان بصراحه ما تنعرفها دخلت عندي الى بارطاجي لاشين ديالي وجوست ابري بزاف ديال البنات جاوا من عندها. كنقول لكم مرحبا بكم، مرحبا باختي مريم، مرحبا بالبنات كاملين، مرحبا بالناس القدام والناس جداد في القناه. واي حاجه كانت عجبكم بيان سو خليوها ليا في الكومونتير، شي حاجه كانت ما عجبكمش خليوها ليا، انا راني دائما دائما عند بيان سو الاستماع لكم، كنستمع لكم عفوا كاملين، وكيعجبوني سورتو الاراء ديالكم هما اللي كيعجبوني بزاف بزاف، لانه بكم بصراحه القناه غاديه. شكرا بزاف مريم، شكرا بزاف بزاف البنات كاملين. فوالا هادشي اللي كنت بغيت نقول. لو بوين ثاني اللي بغيت نتكلم عليه هو ان البنات اللي كيصوروني على لا كوموند ديال الفائزه ديال الجيفواي الاول اللي كنت حطيت لكم في القناه، البنات اللي الجائزه راها كاينه غير باقا ما وصلتش. كيف عارفين مؤخرا سبيداف ولات كتعطل علينا لي كوموند بزاف، علاين تقريبا شهر 21 يوم انتر 21 يوم حتى شهر لو ماكسيموم باش كيوصلوني انا. باغ كونطخ كاينين شي ناس الله يحسن العوان كتوصل لهم حتى لشهر حتى شهرين شهرين ونص وباقا ما وصلتهمش لا كوموند ديالهم. الحمد لله انا غير شهر، الحمد لله الحمد لله. الوغ كيف ما قلت لكم اون فوا غتوصلني لا كوموند بيان سور غنهز الكاميرا وغنصورها معكم، كونوا هانيين نكونوا اكيدين. البنت هي اللي باقا معطلة عليها لا كوموند، شوفي اختي راه غتوصلك ان شاء الله لا كوموند ديالك، غير كوني هانيه. وواحد لو بوين اللي بغيت نتكلم عليه ضروري ضروري الله يخليكم، عاوتاني تري تري بروشينمون غادي يكون ان جيف واي، غير بغيت قبل ما انونسي الجيف واي نتكلم على واحد لو بوين. اشنا هو؟ ان شاء الله مازال ما عرفتش واش غتكون قسيمه شراء بحال ديال المره الفايته 200 درهم 300 او اكثر كوموند من شيئين، او لا غادي يكون هكذا فلوس اسبيس اللي غنصيفطهم للسيده، او لا غتكون بوكس دونك بوكس دو برودوي كوزميتيك هكذا دي برودوي ديال لو كور ولا لي شوفو ولا اي ماركه اللي كنستعملها انا. ما غتكونش اون كولابوراسيون، غيكونوا بيان سور كيف ما كنقول لكم دائما لي برودوي تيكونوا من مالي الخاص. ما كنبغي ندير حتى شي كولابوراسيون في يوتيوب، يوتيوب كيبقى بوحدو لي كولابوراسيون كنديرهم غير في انستغرام. دونك كيف ما قلت لكم غتكون بيان سور يا اما ان بون داشا يا اما هكذا كيف ما قلت لكم اسبيس عفوا ماشي بون داشا، او لا بحال المره الفايته نقول لكم اختاروا اللي بغيتيو، او لا كيف ما قلت لكم غيكون ان بوكس فيه كادو. غير الا كنتي ان شاء الله المره الجايه غنعاود نفس الطريقه اللي درت المره الفايته ديال الهديه، غير الله يخليكم. على سبيل المثال المره الجايه الا كنت دايره 400 درهم دونك 400 درهم اللي غتربحوا، ماشي 420 ماشي 430 ماشي قل وماشي كثر. انا ميمكنش لي نوعدكم مثلا على سبيل المثال بحال المره الفايته وعدتكم ب 200 درهم، ما غنقولش لكم لا خذوا قل من 200 ميمكنش ليا، ولكن غنقول لكم خذوا هذاك لو مونطون بالضبط اللي قلت لكم. كيف ما قلت لكم هاد لو بوين بغيت نتكلم فيه المره الجيفوي عفوا الجاي باش ما يوقعش شي مشكل. فوالا هادشي اللي بغيت نتكلم عليه بالنسبه للجيفوي، وبالنسبه للسيده اللي كانت ديجا قلت لكم راها ربحات ان شاء الله تري بروشينمون نبارطاجي معكم الكادو ديالها. سينو غنبقاو دائما في شيئين في لي كوموند ديال شيئين. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم لا بروميير بارتي من دهاز ديال العروسه، واحد البنيته واحد العروسه بلوتو عندي جوج عرايسات دابا كياخذوا من عندي هاد الايام ملابس هكذا الدهاز ديالهم من شيئين. من هاد المنبر كنبغي نقول لكم مبروك عليكم، الله يكمل عليكم بالخير ولا قبل البنات كاملين اللي مازالين ان شاء الله، الله يفرحكم باللي كتمناو وليدات او زواج قرايه خدمه اي حاجه كتمناوها يا ربي. دونك ندخلوا ديريكت في الموضوع. الوغ قلت لكم غنبارطاجي معكم ان شاء الله اون بارتي لا بارتي الاولى من دهاز ديال العروسه راه طاحوا ليا لا بارتي الاولى من دهاز ديال العروسه. بصراحه داكشي غزال 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 فن بزاف. انا لو كان تحت ليا الفرصه قبل
كنت عروسة كنت ناخذ من عند شيئين، لان هنا في المغرب فاش كيعرفوك الصراحة عروسة كيغليو عليك اول حاجة، وكتقدر تكون ما تكونش لا كاليتي مزيانة، دونك اللهم ناخذو من شيئين لا كاليتي مزيانة والاثمنة هابطه هابطه بزاف. الوغ اول حاجة وهي هاد نويزات، هادو 3 بياس كيجي نبان لكم بالنويزات، هي الاولى كتجي النويزات على هاد الشكل هذا. بالنسبه لهادو اللي غنوريكم تقريبا راه كلهم دونتيل، كلهم بدون استثناء، يمكن وقيلا غير شي واحد ولا جوج اللي ماشي دونتيل، عفوا ساتان، بغيت نقول ساتان ولكن فيهم دونتيل. هذا الوجه وهذا الظهير. انا كنصحكم البنات خذوا من شيئين لانكم ما غتندموش عليهم نهائيا. وكتجي هكذا اون ميني روب على هذا الشكل هذا. ساتان كيبان لكم دابا مكمش سي نورمال لانه جاي مع الكودي كيكون عامر، تيكونوا بزاف ديال الكوليجات، ولكن راه كاليتي البنات غزاله غزاله فينا. كاين الحزام ديالو ديال هذا البينوار هذا، ولي مانش اللي بصراحه روعه، غزالين غزالين فنين كيف ما كتشوفوا. هادو لي مانش كيجيو على هذا الشكل هذا فنين. تجي لا مانش كلها بساتان حتى لتحت، وكاين دونتيل، والبينوار راه كيجي على هذا الشكل هذا. هذا راه طول من لا نويزات. هذا كان الموديل الاول، الشكل لارتيكل الاول. لارتيكل الثاني هذا غير بينوار، جاي معاه حتى هو الحزام ديالو نفس الشكل تقريبا ديال هذا البينوار اللي وريتكم عاد دابا، بلوتو ماشي تقريبا ولكن كلهم نفس الشكل، البينوارات كاملين نفس الشكل، حتى هما فيهم دونتيل هكذا في الكمين. كيجي البينوار على هذا الشكل هذا، ومن التحت فيه الدونتيل. الاول ما كانش فيه الدونتيل، من التحت هذا وي فيه. والثوب البنات فنيون غزال، رطب 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 بزاف بزاف. الموديل الثالث يمكن وقيلا السيده اللي خداتو خداتو، يمكن وقيلا لان هذا كان غير البينوار بوحديتو. هذا البينوار هذا النويزات معاه الكيلوت، هذا حتى هو كيحمق، كيجي الدونتيل في الصدر هكذا هابط شويه. هذا القدام ديالو، واللور البنات راه كيجي غزال 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 بزاف. الظهر ديالو كيجيو فيه خويطات هكذا. بالنسبه ما كنحطهمش، ولكن راني كنحط ضروري لي ليان في صندوق الفلوس باش تدخلوا ديريكتومون. كيف ما كتكون كيف ما كتشوفوا راه البنات كيكونوا لابسينهم شويه هكذا باينين، ما كنقول اللهم من الاحسن ما نبينوش. الوغ نويزات اخرى حتى هي تقريبا نفس ستيل، كلهم تقريبا نفس ستيل. دائما كتجي نويزات هكذا، الظهر ديالها تيكون فيه شوف كيفاش نصاوب، هادي كيكون دونتيل في الظهر وفي الوجه. هادي شويه لاكوب ديالها سبيسيال، علاش الوغ شدها بعدا من هنا كنبغي نوريها لكم تكون مقاده. الوغ هذا هو الوجه، الصدر راه هو دائما فيه دونتيل، هذا تقريبا راه كله دونتيل، الصدر كله. والظهر راه دائما فيه اكس، هذا هابط حتى لتحت، الظهر كله عريان، فيه غير اكس الفوق بهاد السميطات هادو. وفي الجناب كيف كتشوفوا راه فيه هاد الفتيحات هادو من الجناب، جوجهم جناب الجنب ديال اليمين وديال اليسار. كسيوة قصيرة ومعها بيان سور البينوار، حتى هو كيف ما قلت لكم نفس الشكل دونتيل لي مانش، والتحت حتى هو راه دونتيل، والبينوار كيجي على هذا الشكل هذا. وبيان سور كيف ما قلت لكم راه كيجي معاه الحزام ديالو. نوريكم الشكل الاخر، حتى هو معاه الكيلوت ديالو. هذه غير لانويزات بوحديتها كسيوة قصيرة هكا. هاد التوب هذا راه ماشي ساتان، هذا واحد التوب اللي كيتجبد،
هذا في الصراحه البنات الا كنتو غتاخذوا لي ميزات في هذا الثوب هذا ما تخافوش منه نهائيا، لانني فايته واخده هذا الثوب هذا كيصبر فريمون كيصبر مده طويله وما كيتخسرش نهائيا نهائيا. ماشي من داك الثوب اللي كيبقى كي لاستيك ديالو كيتقطع ولا لا، بالعكس هذا بصراحه انا كيعجبني بصراحه الثوب ديالو. من غير هاد لي نيزو كاين هاد البانطوف هادي ماشي ديال العروسه، ديال واحد السيده اخرى، ولكن هي راه داخله في لو تيم ديال العرايسات بيان سور، غتجي سورتو مع هذيك لا نويزيت البلو سيال. وبالنسبه لي نويزيت اولا لي بانطوفل هكذا راه ماشي بالضروري حتى تكوني عروسه، راه يمكن لك بيان سور تكوني مزوجه وكتاخذي لي نويزيت. لي بانطوفل تقدري تكوني باقا بنيته بلا زواج اولا مزوجه اولا، زعما لي بانطوفل راه ماشي ضروري تاخذي هاد لي كولور هادو، هاد لي كولور الفاتحين. بالنسبه لاكاليتي هاد البانطوفل راه زوينه 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 بزاف. هاد الفراشات ديجا بالنسبه لبارتي ديال العروسه راه سالت هنايا، دابا بارطاجي معكم شي لاخر اللي جاني في لا ميم كوموند ديال العريسه. جاوني هاد الفراشات هادو، جاوني منهم ثلاثه، هادو ديجا كانت كوموندتهم عندي واحد البنيته الصراحه عجبوني، لاكاليتي فنه كتحمق برونز، راه ماشي ارجونتي ماشي دوري، برونز. دائما كنخلي لكم لي فوتو هنايا ديال لي زارتيكل. جاني هاد البروش هذا كيجي على هاد الشكل هذا، بروش صراحه زوين عجبني بصراحه الشكل ديالو، حتى كيبان كلاس حتى لا كاليتي زوينه. خديت هاد الارتيكل هذا الصراحه اول مره كنبغي نجربو، لان مؤخرا تحرك البرد بزاف كيضرني ظهري. الا كان عندكم معاه شي تجربه واش فايتي مستعملينه، الصراحه انا اول مره كنستعمل هاد هاد كتكون جديده هكذا كديري فيها الماء سخون وكديريها مورا ظهرك ولا هذا، الا عندكم معايا شي تجربه قولوها ليا. كيف ما قلت لكم انا اول مره كنستعملهم ما عارفاش الصراحه واش كيقدروا يترسخوا ولا شي حاجه. كانت الثمن ديالها جو بونس كوش 10 دراهم 11 درهم. دائما كنقول لكم كنخلي لكم هنايا لي زارتيكل ولا بيتو دي فوتو ديال لابليكاسيون. وصلتني واحد لا شوميز لي بصراحه حمقاتني لا كاليتي، جو ماتون دي با تكون فهاد الكاليتي هادي. هادي ديال واحد البنيته صغيره كيف ما كتشوفوا لي مانش، لا فينيسيون بعدا ما عندي ما نقول، لا فينيسيون فنه 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 فنه. نتوما لي مانش يوم صديفات في القدام، راه صغيره وراه قصيره. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني واش كبيره ولا صغيره، اللي هذه راه صغيره ديال بنيته صغيره، لا طاي سي 160 160، ولكن لا كاليتي فنه. عرفتي الثوب كيحمق رطب 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 بزاف، غزال 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 فن فن فن. ما كنتش كنتسنى نهائيا غتكون هاد لا فينيسيون هادي، خياطه كيف ما كتشوفوا زوينه، ما كنتش كنتسنى نهائيا لا فينيسيون ولا كاليتي ديال الثوب، لانها فريمون غزاله غزاله كتحمق. نفس البنيته خدات دي زاكسيسوار، خدات هاد الخويتم هذا فيه فريزه ومعاه الحلقات حتى هما فيهم فريزه، ها هما هي بنيته صغيره. و ميم طون خدات واحد البغاسلي، ما كنبغيش نحل هاد الاكسسوار الصغيرين. البغاسلي هذا حتى هو نخلي لكم لا فوتو هنايا ديالو ديال لابليكاسيون، زويون. وهنا كاين واحد البيرسينغ سريور. واخر حاجه غنختم بها لي زاشا، وهو هاد لونسامبل هذا ديال هذا الصراحه غير لقيتو وخديتو، انا بنتي باقي صغيره بزاف على هذا الشيء وقلت علاش لا ناخذو ليها حتى تكبري ان شاء الله. هادو بالنسبه للبنات اللي عندهم 2 زون 3 زون، اللي ما بقاوش كياكلوا اي حاجه كيلقاوها كياكلوها، لانني انا بنتي باقا اللي لقات حداها كتاكلها. هادو ان شاء الله تتكبر باذن الله ونعطيهم ليها. هادو راهم تيكونوا بثمن جد مناسب بارابور هنايا المحل التجاريه، كيغلو فيهم شويه. هذا الصراحه ما قلتش على الثمن ديالو، ما كيف ما قلت لكم هادو ديجا هادو ما كيدوموا دارش، راه تيبقى الموديل دارج مده،
دونك تكبري ان شاء الله عاد نعطيهم ليها. سينو بالنسبه للبنات اللي مازال ما تابوناوش عندي في لاشين، كنتي حتى دابا باقي ما مابونياش، حاولي انك تابوني، خلي لي لايك الا عجبتك لا فيديو، الا عجبك لو كونتينو ديال لاشين خلي لي ان كومونتير، خلوا لي افكار ديال لي فيديو، خلوا لي اي حاجه كتبغيو في دي كومونتير. سينو غنخلي لكم نيميرو التليفون ديالي هنايا معاه بيان سور لا باج انستغرام اللي كنخليها هنايا دائما. مرحبا بكم عندي في اي وقت بغيتو ان كوموند ديال شيء مرحبا بكم. avec des conditions bien sûr maintenant قدام غادي يولوا دي كونديسيون لان الصراحه وتراو بعد المشاكل ف هكذا في كوموند ديال شيئين دونك من الاحسن من نهار الاول نوضحوا الامور. دونك كيف ما قلت لكم نخليكم نيميرو التليفون ديالي هنايا اللي بغات اي كوموند شيئين شيك بوين مودانيسا مرحبا بكم في اي وقت. كنتمنى ان شاء الله ان لو كونتوني ديال لاشين دائما دائما يبقى يبقى بيان سوا عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.